في البداية أحب أعرف حضراتكم بنفسي. أنا اسمي سهير زكي عبد الفتاح سلامة، مايكروسوفت innovative educator expert من سنة 2017، و مايكروسوفت فيلو حاصلة على زمالة مايكروسوفت للتعليم من السنة اللي فاتت، وأتشرف بوجودي مع زملائي النهاردة علشان نتكلم في كيفية الانضمام لبرنامج مايكروسوفت اكسبرت. طبعا التريننج ده تحت إشراف أستاذتنا أستاذة منى حلواني، مدير قسم العلاقات الثقافية والتدريب بالمعاهد القومية، وبرعاية رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية الأستاذ محمد عبد الهادي. أنا يعني أتشرف بوجودي مع حضراتكم النهاردة، وهبتدي أعمل شيرينج سكرين. هل الشير واضح لينا جميعا؟ لو الشير واضح لينا بس. اوكي تمام. لو الشير كده تمام، حد بس يعمل لي كليك لايك على السكرين. كلنا شايفين الشاشة يا جماعة؟ احنا النهاردة هنتكلم في كيفية الانضمام لبرنامج المعلم الخبير MIEE من مايكروسوفت. طبعا البروجرام ده مهم جدا بالنسبة لنا، خاصة دلوقتي، لأن البروجرام ده بيدينا إمكانية إن احنا نعمل عملية تنمية مهنية بطريقة السيلف ليرنينج، بطريقة إن احنا بنعلم نفسنا بنفسنا عن طريق كورسز مفتوحة لنا بطريقة فري وبطريقة منظمة جدا، وبنحصل من خلال مجتمع مايكروسوفت للتعليم على شهادات عالمية. وانضمامنا للبروجرام ده بيثبت ان احنا فعلا معلمين خبراء في مجال استخدام التكنولوجيا في التعليم. فاحنا هنشوف مع بعض طريقة الانضمام للبرنامج، سواء كنا بننضم للمرة الأولى أو بنكون بنعمل عملية تجديد لانضمامنا وأوريدي إحنا معلمين خبراء من سنوات سابقة، فإزاي نعمل تجديد للانضمام بتاعنا لبرنامج المعلم الخبير 2023 إن شاء الله. عايزة بس أطمن إن الشاشة بتاعتنا واضحة، مفيش صورة. طب أوكي، أنا هعمل ستوب شيرينج وهعمل شيرينج مرة تانية. هل كده الصورة واضحة؟ طب تمام. طبعا احنا هيبقى في مجموعة من الريسورسز من ضمنها السواي اللي انا بشرح منه ده، وده بيتضمن مجموعة من اللينكات اللي حضراتكم هتحتاجوها في عملية التقديم. ده هعمل له شير مع حضراتكم في نهاية السيشن ان شاء الله. كمان هعمل شير لحضراتكم للفورم بتاعة تسجيل في المحاضرة، لأنها مطلوبة من أستاذتنا أستاذة منى حلواني في نهاية السيشن عشان نسجل أسامينا إن احنا حضرنا التريننج اللي احنا بنحضره ده.
طيب هنشوف مع بعض إزاي بنعمل عملية انضمام للمعلم مبدع خبير من مايكروسوفت. أولاً إيه هي الفرصة المتاحة لينا، أو يعني الوقت المتاح لينا علشان عملية التقديم؟ الوقت المتاح لينا ابتدى من 15 مايو 2022 وهيتقفل يوم 7 يوليو 2022، فبالتالي احنا قدامنا فرصة حوالي شهر او اقل، حاجة بسيطة علشان نكمل عملية التقديم، لان مش هيقبل اي ترشيح او اي نومينيشن هيتعمل بعد 7 يوليو 2022. طيب مين اللي مقصود او مين المستهدف بالترشيح او عملية النومينيشن للخبراء MIE Expert من مايكروسوفت؟ كل حد مهتم بالعملية التعليمية، سواء قادة المدارس، الوكلاء، المعلمين، زملائنا الأخصائيين، المعلمين على فكرة باختلاف المواد بتاعتهم، سواء المواد الأساسية أو المواد الفنية أو المواد الزراعية أو الصناعية، كل المعلمين بمختلف تخصصاتهم مستهدفين من التقدم لمعلم مبدع خبير، وده لأن التكنولوجيا دلوقتي مستخدمة في جميع نواحي التعليم، سواء كان تعليم بطريقة المواد الأكاديمية أو المواد الصناعية أو المواد الفنية، أي نوع من أنواع المواد اللي بتدرس، أو حتى الزملاء الأخصائيين الاجتماعيين بيستخدموا دلوقتي تكنولوجيا في عملية التواصل مع الطلاب وتجميع البيانات الخاصة بالطلاب. فأي حد بيشتغل في العملية التعليمية مستهدف ومسموح له طبعا ومستحب إن هو يعمل عملية ترشيح لنفسه كمعلم مبدع خبير. الاستمارة بتاعت الترشيح هتتضمن ثلاث مراحل، ده طبعا لو احنا بنتكلم زي ما قلنا على ترشيح للمرة الأولى. الثلاث مراحل دول هم عبارة عن ايه؟ احنا هنستعرض ببساطة المراحل دي والأسئلة اللي فيها. أول حاجة التعريف. التعريف يعني بنكتب بعض المعلومات البسيطة أو بنجاوب بعض الأسئلة البسيطة عن نفسنا. هنشوف الأسئلة عبارة عن إيه، يعني من ضمنها اسمنا، من ضمنها المادة اللي احنا بنشتغل عليها، أو طبيعة عملنا عبارة عن إيه، المدرسة بتاعتنا وهكذا. الجزء الثاني من استمارة الترشيح أو من الابليكيشن اللي احنا هنلاقيها هي عبارة عن جزء إلكتروني بيتم تصحيحه بطريقة تلقائية، وبيسأل عن استخدامات أدوات مايكروسوفت في التعليم. فده زي كويز صغير أو زي امتحان صغير بيشوف فيه مدى معلوماتنا، لأنه طبعاً إحنا بنرشح نفسنا إن إحنا نبقى إكسبرت لأدوات مايكروسوفت في التعليم وإن إحنا بنستخدمها. فبالتالي هو بيسألنا مجموعة من الأسئلة علشان يعرف مدى معلوماتنا الصحيحة عن الأدوات اللي مطروحة من مايكروسوفت. والمرحلة دي بيتم تصليحها بطريقة تلقائية، وبيوصل لنا بريد إلكتروني، يا إما بيقول لنا خلاص أنت كده اكتست الستيج 2 أو المرحلة الثانية وتقدر تبتدي تتحرك على الستيج الثالثة أو المرحلة الثالثة، أو بيقول لنا أن أنت لم تجتاز الجزء الثاني من الابليكيشن بتاعتك وهتحتاج ان انت تعمل نومينيشن من اول وجديد. وعلشان كده بيفضل ان عملية النومينيشن تتم بدري، ما نستناش لاخر وقت، علشان لو في لا قدر الله بعض الزملاء ما اجتازوش المرحلة دي يبقى عندهم وقت يعيدوا عملية الترشيح مرة تانية. طيب الستيج الثالثة أو الأسئلة، مجموعة الأسئلة الثالثة، ودي مهمة جدا جدا جدا، دي بيتم مراجعتها من فريق مايكروسوفت ايجيبت بالنسبة لنا، وزي ما قلنا بيتم استقبال الإجابات بتاعتها في موعد أقصى 7 يوليو. بيتم مراجعة الأسئلة دي وبيتم مراجعة الردود بتاعتنا، وبيكون فيها المشروع التعليمي اللي احنا هنقدمه كمثال لاستخدامنا التكنولوجيا في التعليم.
وبيجاوب على مجموعة من الأسئلة. مجموعة الأسئلة دي دايما بنجاوب عليها بعدد معين من الحروف مش الكلمات، يعني هو بيقول لنا هتجاوب من 500 ل 2500 حرف مش كلمة، وبالتالي 2500 حرف دي يعني باراجراف صغير، يعني هي مش هتكون موضوع كبير ان احنا نجاوب عليه، ولكن بنجاوب بطريقة مركزة وبنبتدي ان احنا نشرح الاجابات بتاعتنا وبنعمل فوكس على المواضيع اللي احنا عايزين نقولها علشان نجاوب بشكل سليم. هنستعرض مع بعض الاسئلة اللي هتكون في استمارة الترشيح. الأسئلة الأولى زي ما قلنا المجموعة الأولى هي أسئلة التعريف، فهيسألنا عن الاسم الأول والاسم الأخير الـ first name والـ last name، هيسألنا عن البريد الإلكتروني الشخصي والبريد الإلكتروني المدرسي اللي هو البريد الإلكتروني الموحد، هيسألنا عن عنوان المنزل، وعنوان المنزل دي بتكون في بعض الأحيان بتوصل لنا بعض الهدايا من مايكروسوفت نتيجة لاجتيازنا مسابقة معينة أو نتيجة لأن احنا وصلنا لدرجة أمباسدور أو سفراء لنوع معين من الأبليكيشن، فبنكتب العنوان اللي هتوصل لنا الشحنة بتاعتنا عليه. طبعا بنكتب اسم المدرسة والعنوان الخاص بيها، كمان بنبتدي نسجل دورنا في المدرسة، وبنختار كل الحاجات اللي بتمثل الدور بتاعنا، يعني مثلا أنا معلمة علوم فأنا مسؤولة بشكل مباشر عن تدريس الطلاب، وفي نفس الوقت أنا مسؤولة عن تطوير تكنولوجي أو مسؤولة عن وحدة تعلم ذكي أو كذا، فبنكتب كل أو بنختار كل الاختيارات بتاعتنا اللي مناسبة للدور اللي احنا بنقوم به في المدرسة بتاعتنا. كمان لو في بعض الأدوار اللي مش مكتوبة في الاختيارات ممكن ان احنا بنعمل كليك على أذر او أخرى وبنبتدي ان احنا نجاوب او نحط الأدوار بتاعتنا الأخرى اللي مش مكتوبة في الأدوار اللي فوق. طيب بعد كده بيسألنا سؤال ناخد بالنا منه، هو هل مدرستك مدرسة شوكيس سكول او انكيوبيتر سكول؟ يعني ايه انكيوبيتر سكول؟ بالنسبة لمايكروسوفت انكيوبيتر سكول يعني مدرسة حاضنة لتكنولوجيا مايكروسوفت، شوكيس سكول مقصود بيها ان هي مدرسة بتعتبر بتعرض ادوات مايكروسوفت، فطبعا دي بتعتبر رتبة من الرتب العالمية اللي بتاخدها المدارس المميزة في عملية استخدام التكنولوجيا في التعليم. فلو حضرتك المدرسة بتاعتك شوكيس سكول أو انكيوبيتر سكول بتكليك على التاب بتاعها فبيبتدي يتفتح لك أسماء المدارس الانكيوبيتر وبتدوس على الاختيار بتاع اسم مدرستك، ونفس القصة بالنسبة للشوكيس سكول. فلو بيسمعني حد من كلية فيكتوريا هنضغط على شوكيس سكول، لان احنا كلية فيكتوريا اسكندرية واخدة الحمد لله السنة دي شوكيس سكول، فهنضغط على شوكيس سكول وهتظهر اسم فيكتوريا كوليدج الكساندريا فهندوس عليها. لو احنا مش شوكيس سكول ولا انكيوبيتور بندوس على كلمة لا، وبالتالي بنبتدي نروح للسؤال اللي بيلي. كل دي الأسئلة الخاصة بالتعريف بتاعنا. كمان هيسألنا عن الفئة العمرية اللي بنقوم بتدريسها، في بعض منا بيدرس كذا مرحلة فبيكليك برضو على كل أنواع المراحل اللي بيدرس فيها، لو هو مثلا إعدادي وثانوي، لو هو ابتدائي وإعدادي وهكذا. المادة اللي احنا بنقوم بتدريسها برضو بنختار كل المواد اللي احنا بنقوم بتدريسها، وممكن كمان لو المواد بتاعتنا مش مكتوبة في المواد اللي مكتوبة في القائمة بندوس على أخرى وبنبتدي نكتب المادة بتاعتنا. هنا في عندنا سؤال مهم، هل يمكن لطلابك الوصول للإنترنت؟ فطبعا إحنا هنجاوب بنعم. ليه نعم؟ لأن حتى لو مش الطلاب هيقدروا يوصلوا جوه المدرسة للإنترنت، إنما ممكن إن هم يوصلوا بتليفوناتهم وأتواصل معهم بتليفوناتهم وأعمل تطبيقات كتير لاستخدام التكنولوجيا في التعليم عن طريق الموبايلات ما بيني وما بين الولاد أو الكمبيوترز بتاعتهم الخاصة أو هكذا.
فبالتالي احنا بنقول ان الطلاب بيوصلوا للانترنت. طب كمان في حاجة، لان هو بيقول لي في المدرسة احنا عندنا الجزء اللي هو خاص بالقسم السنوي في مدارسنا بشكل عام دلوقتي على مستوى الجمهورية هو داخل له الانترنت، فبالتالي برضو هنا هنقدر نقول أيوة الطلاب بيقدروا يوصلوا للانترنت. طيب السؤال الثاني، هل ممكن وصولهم للانترنت من المنزل؟ برضو ده بالنسبة لنا إحنا كمعاهد قومية بعتقد إن يعني معظمهم بيقدر يوصل للإنترنت في المنزل، وبنختار طبعا الإجابة المناسبة لنا. التكنولوجيا اللي بيستخدمها الطلاب أو بيقدرهم إن هم يستخدموا إيه أثناء التواصل؟ هل بيستخدموا الموبايل، اللابتوب، أقراص، بيستخدموا أجهزة مشتركة، ما بيستخدموش خالص؟ طبعا مش دي الإجابة اللي احنا بنختارها، بنختار يا إما الموبايل يا إما كمبيوتر يا إما جهاز مشترك. في بعض الأحيان في المدرسة احنا الولاد بيقدروا ان هم يشتغلوا على أجهزة الكمبيوتر في لاب الكمبيوتر، وبيقدروا ان هم يشتركوا في بعض الأجهزة. كمان برضو احنا عندنا في الثانوي ولادنا كلهم دلوقتي معاهم التابلت، وبالتالي بيكون متاح لكل الولاد استخدام جهاز في التواصل. هنا هو بيسألنا سؤال من الأسئلة برضو اللي هم بيهتموا بيها في مايكروسوفت، وهو الـ URL بتاعنا في، طبعا هو بيقول لنا إذا كانت لديك في التويتر، في الفيسبوك، في انستجرام، وبقية الحاجات اللي بتعتبر من السوشيال ميديا. ناخد بالنا هو هنا تحت في بقية السؤال بيقول لنا إيه؟ كم عدد المتابعين لديك على تويتر؟ يعني هو دونا عن جميع أنواع السوشيال ميديا هو بيهتم جدا بتويتر. وعلشان كده أنا يعني بدعو حضراتكم اللي ملوش حساب على تويتر يعمل حساب على تويتر ويبعته لزمايله، ونعمل فولو لبعض، لأنه كل ما كان عدد الفولوز كبير كل ما ده كان أفضل لنا. طب هنعمل إيه على حسابنا على تويتر؟ هنبتدي إن إحنا أي إنجاز نعمله في مجال التكنولوجي هنعمله شير على تويتر، وهنعمل الهاشتاج الخاص بمايكروسوفت EDU أو MIE Expert أو MIE Fellows، بحيث إن إحنا نعرف الناس بره إن هما بيتابعوا الهاشتاجز دي في مايكروسوفت Education، فبالتالي بيكونوا عارفين إن المجموعة دي هي الشغالة، أو إن المجموعة المصرية هي اللي شغالة، أو إن الشخصية دي هي اللي بتشتغل أكتر، لأن المتابعات بتاعتهم بتكون أكتر على تويتر أكتر من أي نوع تاني من أنواع السوشيال ميديا. طيب الأدوات اللي احنا بنستخدمها إذا كانت جوجل أو كروم أو آيباد، برضو بنختار الحاجة اللي احنا بنستخدمها، وطبعا ما ننساش ان احنا نستخدم مايكروسوفت أوفيس اللي هو 365، بنكليك على مايكروسوفت تيمز لأن دي من أهم الحاجات اللي احنا المفروض بنكون بنستخدمها في مدارسنا. الأدوات اللي بنستخدمها مرة تانية في المدارس، المجتمعات اللي احنا مشاركين فيها، طبعا الناس القدام اللي موجودين من سنوات سابقة في البرنامج بيكونوا يعني already دخلوا بعض المجتمعات اللي خاصة بأبليكيشنز كتيرة، من ضمنها مثلا الأدوبي، من ضمنها بونسي، من ضمنها الفليب جريد وهكذا. فأي حد واخد سيرتيفايد إديوكيتور أو أمباسدور في أي حاجة من الحاجات دي بيعمل كليك عليها وبيقول أيوة أنا موجود في كهوت، موجود في ماينكرافت، موجود واتيفر بقى الحاجة اللي هو مبدع فيها واللي هو اشتغل عليها، بيبتدي يكليك عليه. كل ده يعني هو بيسألنا عن، بيحاول انه يتعرف علينا ويتعرف على الأدوات اللي احنا بنستخدمها. في هنا بقى سؤال مهم جدا، وهو هل قمت بأخذ أي دورات أو حصلت على أي شارات وجوائز من مايكروسوفت ليرن؟ طيب أنا عايزة أقول لحضراتكم إن إحنا دلوقتي المفروض بنكون الأكاونت بتاعنا
اوريدي على تم مايجريشن على مايكروسوفت ليرن. دقيقة واحدة. انا هفتح بس مايكروسوفت لير. ثانية واحدة. دقيقة واحدة يا جماعة معلش. احنا قبل كده كان عندنا مايكروسوفت اديوكيتور سنتر، دلوقتي مايكروسوفت اديوكيتور سنتر حصل له مايجريشن وبقى حاجة موجودة جوه مايكروسوفت ليرن. فاحنا لو كتبنا على البراوزر مايكروسوفت ليرن للناس اللي هي بتقدم لأول مرة، بيتفتح لها البيج دي، بتبتدي ان هي تعمل اكونت على المايكروسوفت ليرن بأي ايميل موجود عندها، يكون ايميل مايكروسوفت. يعني هنا مثلا انا عاملة علشان نشوف لو احنا لأول مرة بنسجل بنعمل ايه، فده اكونت جديد ليا لسه فاتحاه النهاردة. فنبتدي نسجل بهوت ميل، ممكن بأوتلوك، بأي بيرسونال مايكروسوفت اكونت، وممكن طبعا نسجل بالاكونت بتاعنا الحكومي بتاع اللي هو الموحد. فده المايكروسوفت ليرن. المايكروسوفت ليرن لو احنا هنتصفحه كمان شوية، بس لازم لو احنا بنعمل نومينيشن لأول مرة يبقى كلنا لازم نكون عندنا اكونت على مايكروسوفت ليرن. لو احنا اوريدي اكسبورت من السنة اللي فاتت يبقى لازم برضو نكون عملنا مايجريشن، يعني رحنا على مايكروسوفت ليرن وابتدينا ان احنا نعمل مايجريشن بالحساب بتاعنا القديم اللي كان في المايكروسوفت اديوكيتور سنتر، ونشتغل على المايكروسوفت ليرن. طب احنا هنكمل بس وبعدين هفتح لكم المايكروسوفت ليرن. انا عايزة بس اوريكم حاجة صغيرة هنا، ثانية.
أنا ثانية واحدة بس هعمل ريشير مرة تانية، فانتظروني دقيقة واحدة. طيب ده المايكروسوفت ليرن، ده الاكونت بتاعي. هنا هو طالب مننا في السواي ان احنا لو اوريدي موجودين على المايكروسوفت ليرن ان احنا نحط اليو ار ال بتاعنا الخاص بالمايكروسوفت ليرن علشان هو يقدر ان هو يراجعه ويشوف شغلنا عليه. فاحنا بنجيب اليو ار ال بتاع الملف الشخصي بتاعنا منين؟ بعمل كليك على المايكروسوفت ليرن وببتدي اروح للايكون اللي فيها الصورة بتاعتنا، وهروح ل سيتنج. لما اروح للسيتنج او افتحه على طول بلاقي هنا في اليوزر نيم واليو ار ال، فباخد اليو ار ال ده اللي ظهر هنا باخده كوبي وببتدي ان انا اروح للابليكيشن بتاعتي واحطه بيست في المكان بتاعي. يبقى انا جاوبت على الجزئية دي، يعني انا كنت بدور على المايكروسوفت لو انا عايزة افتحه لكم مخصوص علشان الجزئية دي. طيب بعد كده في مجموعة الاسئلة اللي هي ستيج 2 اللي هي بيتم تصحيحها تلقائيا، واللي هي بتختبرنا في معلوماتنا الخاصة باستخدام التكنولوجي. فهنا مثلا بيسألنا ايه عدد الوحدات او الموديولز اللي احنا خلصناها في او الكورسات اللي احنا اخدناها، فبنبتدي نجاوب بالعدد بتاعنا. لو احنا اخدنا اكتر من 26 بنكتب العدد اللي احنا اخدناه. بعد كده بيبتدي يسألنا مجموعة اسئلة من ضمنها مثلا كم مرة بنستخدم مايكروسوفت في التعليم، هل بنستخدمه يوميا او اسبوعيا او شهريا. بنكون يعني بقدر الامكان صادقين في الاجابات بتاعتنا، ما بنكونش يعني بنجاوب بطريقه فيها يعني نوع من المبالغه، فبنقول استخدمنا قد ايه لمايكروسوفت تيمز، استخدمنا قد ايه لنماذج مايكروسوفت في التعليم، الوان نوت، الوان نوت كفريق عمل، الوان نوت مع الستيودنتس، استخدمنا لتطبيق الفليب جريد، استخدمنا للماينكرافت، هل بتشارك بمعرفتك بالتدريس مع زملائك. كل دي أسئلة احنا بنبتدي ان احنا نجاوب عليها. بعد كده بيسألنا عن أدوات مايكروسوفت المستخدمة مع تعليم ستام، واحنا عارفين ان تعليم ستام ده نوع من أنواع التعليم يمكن مستخدم في بعض المدارس بشكل خاص، ومايكروسوفت مهتمية جدا بيه وبتبتدي ان هي حاطة ريسورسز على السايت بتاعها خاصة بالستام تولز. فلو احنا مثلا بنستخدم الميك كود او بنستخدم بعض ادوات ستيم او بنستخدم اي حاجة من الحاجات اللي مطلوبة بنبتدي ان احنا نكتب، لو احنا مش بنستخدم منها خالص مفيش اي مشكلة. طيب بيسألنا عن الباوربوينت، طبعا الباوربوينت من التولز المهمة جدا لمايكروسوفت، فبيسألنا احنا بنستخدم عروض الباوربوينت بشكل تكراري قد ايه، عدد عرض الشرايح، هل بنستخدم تسجيل وعرض للشرايح، بنستخدم حفظ الفيديو وبعد كده بنشير الفيديو ده مع طلابنا، بنستخدم عملية presenting الكوتشنج في الباوربوينت. بنبتدي ان احنا نجاوب على مجموعة الأسئلة الخاصة ببرنامج الباوربوينت واستخداماته. نفس الكلام بالنسبة للمايكروسوفت ايدج، هل بنستخدمه بطريقة متكررة، بنستخدم الاميرسيف ريدر، بنستخدم اللاود سبيكر،
او يعني القارئ اللي موجود في الايدج، بنستخدم ان احنا بنعرض ملف PDF وبنبتدي نكتب عليه وبنشيره مع اولادنا او مع طلابنا، بنستخدم انشاء رموز QR codes وهكذا. طيب بعد كده بيسألنا عن بعض الأدوات زي مثلا Flipgrid. Flipgrid دي من ضمن الأدوات اللي بارتنر قوي لمايكروسوفت، واللي بتقدم سيشنز لايف للطلاب بتوعها أو للطلاب يعني أقصد حوالين العالم، فبالتالي إن إحنا ممكن نستعين بيها لما نكون بنعرض أو عايزين نفتح أذهان الأولاد لبعض الحاجات، زي مثلا حاجة عن الفضاء، حاجة عن أعماق البحار، حاجة عن الغابات. بيبقى فيه لايف سيشنز كتيرة وممكن إن إحنا نسجل فيها ونبتدي إن إحنا نعرضها مع طلابنا. فهو بيسألنا هل في فليب جريد لايف حضرتك اشتركت فيها في الست أشهر الأخيرة، لو في بتكتب عددهم. كمان على فليب جريد في حاجة اسمها جريد بال، والجريد بال دي يعني أصدقاء على الفليب جريد من مختلف أنحاء العالم، فلو حضرتك عندك الفليب جريد بال ممكن إن أنت تكتب العدد بتاعهم. كمان بيسألنا عن تطبيق مهم جدا وهو القارئ الغامر، وقارئ الغامر ده اللي هو الإميرسيف ريدر، والإميرسيف ريدر بيبتدي يسألنا عن استخداماته، فبنبتدي ان احنا نجاوب هل بنستخدمه في يعني تحويل المحتوى البصري، هل بنستخدمه في الدردشة، هل بنستخدمه في ان احنا نخليه يقرأ بصوت عالي ويميز بعض الكلمات وهكذا، فبنجاوب وبنختار الاجابات الصحيحة. طيب كمان بيسألنا عن استخدام بعض الأدوات زي الباوربوينت، بيستخدمنا على استخدام الإميرسيف ريدر في الباوربوينت، في الوورد، في الإكسل، في كل الحاجات دي. بيستخدمنا بيسألنا كمان عن الدراسة الهجينة اللي هي الهايبر ليرنينج اللي احنا استخدمنا كتير منها قوي خاصة أثناء فترة الكورونا، ويمكن في كتير بيستخدم الدراسة الهجينة لغاية دلوقتي في بعض الأحيان مع الطلاب بتوعه. فهو بيسألنا برضو إيه اللي ممكن إن إحنا نستخدمه بواسطة تيمز، إيه اللي بيقدمه لنا تيمز علشان يعمل عملية سبورت للدراسة الهجينة. كمان بيسألنا عن أنواع الأسيسمنت وإزاي إن إحنا بنستخدمها. بيسألنا عن استخداماتنا للمايكروسوفت فورمز، ايه اللي بينطبق على المايكروسوفت فورمز. بيسألنا عن استخدامنا للوان نوتس، عن انواع المايكروسوفت تيمز اللي متاحة، هل هو متاح فرق صف، فرق موظفين، فرق بروفيشنال كوميونيتي، فرق قيادية وهكذا، فبنكليك على الحاجات الصحيحة. بيسألنا كمان عن الترتيب الصحيح لإنشاء الغرف على مايكروسوفت تيمز، فبنرتب الكلام ده بالترتيب الصحيح بتاعنا. دي مجموعة الأسئلة، يعني هي already موجودة قدامنا وسهل ان احنا نبتدي نشوف ايه الإجابات بتاعتها حتى مع بعض، يعني نناقش بعض ونشوف الإجابات الصحيحة ايه، بحيث ان احنا لما ندخل نملى الابليكيشن بنملاها على طول بدون ما ندور على إجابة سؤال سؤال. أسئلة أوريدي موجودة قدامنا ومترجمة، فسهل إن إحنا نحضرها قبل ما نخش نملى الأبليكيشن. بيتفضل عندنا ستيج 3، ودي بنوصل لها لما نخلص ستيج 2 وبيكون السكور بتاعنا مقبول. فدي الستيج الأخيرة، ودي مهمة جدا جدا، لأن زي ما قلنا دي اللي بتتضمن المشروع بتاعنا وبتتضمن مجموعة من الإجابات على أسئلة هو بيسألها لنا وبيتم تقييمها من فريق مايكروسوفت المحلي. فأول سؤال بيسأل لنا وصف كيفية الاستفادة من أدوات مايكروسوفت لزيادة إمكانية الوصول لجميع المتعلمين في الفصل الدراسي الخاص بك.
يعني انت استخدمت ادوات مايكروسوفت عشان توصل للطلاب في ايه؟ استخدمت تيمز مثلا علشان اتواصل معاهم، استخدمت فورمز علشان اعمل لهم اسيسمنت، استخدمت مثلا كاهوت علشان ابتدي اعمل لهم كويزز، استخدمت حاجة زي الباوربوينت، استخدمت ايدج وشرحت لهم على الايدج ملفات باوربوينت، سوري ملفات PDF، وابتديت استخدم انوتيشن او اكتب على الملفات وانا بشتغل. كل دي استخدامات لادوات مختلفة بستخدم فيها ادوات مايكروسوفت وبارتنرز لمايكروسوفت علشان اوصل للمتعلمين. طيب السؤال ده برضو من الأسئلة المهمة جدا، وهو بيقول لنا إخبرنا عن سلسلة من الدروس أو وحدة أو مشروع قمت به مع المتعلمين يتضمن تقنية مايكروسوفت لتحسين نتائج التعليم. وهنا بيقصد استخدامنا لأدوات مايكروسوفت بلس إن إحنا استخدمنا مفاهيم التعلم في القرن 21. بمعنى إيه؟ كلنا طبعاً درسناها وكلنا يعني أخذنا كورسات فيها، استخدمنا التعاون، استخدمنا الـ problem solving، استخدمنا الـ communication، استخدمنا الامبيدنج بتاع الاي سي تي في البروجكتس بتاعتنا. ايه الادوات اللي احنا استخدمناها بتكسب الطلاب مهارات التعلم في القرن 21 وكان سبورت قوي ليها؟ ادوات مايكروسوفت. قول لنا حاجه انت عملت فيها القصه دي، درس انت استخدمت فيه الفكره دي، مشروع تعليمي عملته مع طلابك باستخدام مهارات التعلم في القرن 21 وكانت عامله سبورت ليك تقنيه مايكروسوفت او ادوات مايكروسوفت. طيب السؤال رقم 3 هنا ده ناخد بالنا منه كويس قوي. هنا بيقول لنا حضرتك قلت ان في مشروع تعليمي ومشروع التعليمي ده انت عملته مع طلابك كدرس او وحده واستخدمت فيها ادوات مايكروسوفت. لو سمحت جمع لي كل الافيدنس دي، صور بقى وفيديوهات PDF، اي حاجه انت استخدمتها، ممكن لينك للفورم وممكن نتائج الفورم اللي انت قمت بيها مع الطلاب بتوعك، هتجمعهم لي وتحطهم لي في ملف سواي او في ملف على في فولدر على الوان درايف بتاعك، وهنحط الرابط بتاع الملف او اللينك بتاع الملف ده في اجابه السؤال ده. اللينك ده مهم جدا جدا ان هو يكون لينك مفتوح. يعني ايه لينك مفتوح؟ يعني حضرتك لما تعمل شير لي يكون الرابط for everyone to view، ما يكونش مقفول مثلا والسيتنج بتاعه معمول على my organization only، لان my organization only هيجي يفتحه المحكم مش هيفتح معاه، انما for everyone to view يعني اي حد هيبقى معاه اللينك هيقدر يفتح الملف ويتفرج على الشغل بتاع حضرتك. فدي نقطة مهمة جدا. طب اطمن ازاي ان الملف بتاعي ده بيتفتح؟ باخد الرابط بتاع الملف، يعني انا مثلا هنا عملت سوي، باخد الرابط بتاع السوي ده كنترول سي، باخده كوبي او باخده من الشير بعد ما انا اظبطه، يعني باخد الشير ده وباخد الرابط بتاعي بعد ما اظبط السيتنج بتاعه فور ايفري وان، وبفتح هنا بروح للثلاث نقط دول وبفتح نيو ويندو اللي هو النيو ويندو النوع الثالث، فبفتحه فبيفتح لي ويندو مش متصل بأي حاجة تانية خالص، وبعمل كنترول في وبشوف الملف بتاعي لو هو فتح من غير ما دخل من غير ما يقول لي اعملي ساين ان، يبقى انا كده الملف بتاعي شغال وهيقدر المحكم يشوف. لو هو ما فتحش يبقى انا عندي السيتنج بتاعي مش مظبوط والمحكم بتاعي مش هيقدر يشوفه، يبقى هعيد ظبط السيتنج بحيث يكون for everyone to view. دي مهمة جدا جدا جدا. طيب يبقى نمرة 3 دي من اهم الحاجات، لان دي اللي بيتوقف عندها المحكم وبيشوف الشغل بتاعنا.
طيب بعد كده بيقول لي نمرة 4، صف ما هي القطعة الأثرية أو نتيجة تعلم الطلاب التي شاركت رابطا إليها، يعني ولادك اتعلموا إيه من المشروع اللي أنت قمت بيه، اتعلموا مثلا إن هم يتعاونوا مع بعض، اتعلموا يستخدموا الباوربوينت بكفاءة، اتعلموا يعملوا حل للمشكلات. كل ده بكتب الولاد اتعلموه، وتعلموه بأي أداة من أدوات مايكروسوفت. بعد كده نمرة 5 بيقول لي شارك مثالين عن كيفية دعمك لكل من تعلمك وتعلم زملائك ونموهم، وصف الأنشطة التي أكملتها وقدتها وأدت لتحسين التعليم والتعلم. أي مثالين، يعني أنا مثلا لو قلت أنا في مدرستي اتعلمت سواي، وبعدين قعدت مع المجموعة بتاعتي في الستاف روم، وابتديت ان انا انقل لهم الخبرة دي، انقل لهم التعلم ده، قلت لهم يعملوا ازاي ملف السواي، يبقى انا كده عملت مثال من المثالين. اي مثال حضرتك بتقدمه للتعاون ما بين حضرتك وما بين زملائك في عملية نقل الخبرات وعملت سبورت لعملية التعليم والتعلم، وزملائك بعد كده استخدموا السواي مع طلابهم ونجحوا وهكذا. في نهاية السواي ده جماعة في مجموعة من الروابط اللي حضرتك ممكن تحتاج لها وانت بتقدم لأول مرة، من ضمنها روابط الفليب جريد، من ضمنها روابط المايكروسوفت ليرن، من ضمنها الماينكرافت، الايج، الرابط بتاع كورس ال 21st century learning design، الميكنج كود. كل الروابط اللي حضرتك هتحتاج لها هتلاقيها في نهاية السواي ده، وأنا هشارك زي ما قلت لحضراتكم السواي ده مع حضراتكم في نهاية السيشن. طيب أنا لو أنا عندي الأكاونت على المايكروسوفت ليرن، زي ما قلنا ده اللي بجيب منه اليو ار ال، ده المكان اللي بجيب منه اليو ار ال. طيب عندي حاجة تانية مهمة وهيطلبها مني، لو أنا بعمل عملية تجديد للاشتراك بتاعي في البروجرام، والحاجة التانية دي بنسميها ترانسكريبت. ترانسكريبت اللي هي فيها كل الوصف لكل الدورات وكل البادجات وكل التروفيز اللي حضرتك أخدتها على مدى الشغل بتاعك في أدوات مايكروسوفت. فبتجيبها منين؟ ما بتجيبهاش بقى من سيتنج، بتجيبها من بروفايل. لو أنا ضغطت على بروفايل هو بيفتح لي مجموعة من الاختيارات، من ضمنها التريننجز، من ضمنها التشالنجز، whatever الحاجات اللي هو فاتحها. أنا يهمني آخر حاجة خالص اللي هي ترانسكريبت، بعمل كليك عليها، ولما بعمل كليك عليها بيبتدي إن هو يفتح لي كل الوصف بتاع الدورات اللي أنا خدتها بالتفصيل الممل، بوصف كورس كورس من الكورسز دي وقتها قد ايه وكل حاجة خاصة بيها. ده بيبقى مهم جدا اللينك ده اللي هو ظاهر فوق في البراوزر، ان انا احتفظ بيه لان هو هيطلبه مني لما انا اعمل اعادة تقديم او اعمل تجديد لعضويتي في برنامج المايكروسوفت اكسبرت. طيب لو أنا عايز أعمل إعادة ترشيح، وبرضو أنا هعمل شيرينج للسواي ده مع حضراتكم، إزاي أعمل تجديد لترشيحي كخبير لبرنامج مايكروسوفت السنة الجديدة 2023؟ أنا هنا أول حاجة بعملها بدخل على الرابط ده، وده موجود في اللينك اللي أنا هبعته لحضراتكم. لما بدخل على الرابط ده بيبتدي على طول يدخلني على السلف نومينيشن هاب. السلف نومينيشن هاب لو أنا اكسبرت قديم بيكون اوريدي عندي أكاونت، فبدخل بالأكاونت بتاعي. لما بدخل بالأكاونت بتاعي بيظهر لي edit personal information أو cancel account. طبعا بناخد بالنا اوعوا تضغطوا على cancel account. بفتح edit personal information، ولو في اي تجديد في البيرسونال انفورميشن ببتدي ان انا اجدده وبقول له سيف. بعد ما بقول له سيف بيبتدي يظهر لي تاب جديد
التاب الجديد ده اسمه رينيو. رينيو ده اللي انا هدخل منه وهبتدي اعمل التجديد بتاعي. طب انا لو هنا رحت على الاكاونت بتاعي، اجيب منين التاب ده؟ للناس بقى اللي هي اكسبورت من السنة اللي فاتت، انا بدوس على لير بعد كده عندي بيظهر لي تاب الإدوكيتور سنتر. احنا قلنا الإدوكيتور سنتر دلوقتي بقى جزء من المايكروسوفت ليرن، فبدوس على السهم فبيفتح لي مجموعة من الاختيارات من ضمنها الإدوكيتور بروجرامز. بدوس على الإدوكيتور بروجرامز، طبعا دي طريقة من الطرق وممكن أجيبها بطرق تانية بس دي أسهل حاجة. بدوس على الإدوكيتور بروجرام وبروح على الـ MIE Expert، بعمل كليك فبيفتح لي صفحة المايكروسوفت Innovative Educator Expert، ببتدي أنزل فيها. بيوصف لي طبعا How to join the program بالتفصيل، وإنه هو متاح لغاية 7 يوليو زي ما قلنا، سواء التجديد أو الاشتراك لأول مرة. وبروح على Nominate Yourself وبكليك. طبعا لو احنا برضو لأول مرة هنعمل نفس القصة، بس هتظهر لنا الحاجات اللي احنا قلناها، الحاجات المختلفة اللي احنا شرحناها في السوي من شوية، اللي هي الثلاث مراحل، لان احنا بنشترك لأول مرة. انما لو احنا مشتركين قبل كده بيكون الوضع شوية مختلف. فبتظهر لنا الصفحة دي. طبعا هو برضو بيكون كاتب لنا، بيقول لنا خلي بالك ان احنا فاتحين النومينيشن من يوم 15 مايو ل 7 يوليو، والنتيجة هتظهر خلال شهر اغسطس. وبيبتدي يقول لنا مجموعة يعني instructions او مجموعة تعليمات. فمن ضمن التعليمات دي بيقول لي لو انت already موجود في الاكسبرت هتشتغل من الوورد دوكيمنت ده، لو انت اول مره سوري لو انت اول مره تشترك هتشتغل من الدوكيمنت ده، لو انت هتعمل تجديد هتشتغل من الدوكيمنت اللي تحت. طب الدوكيمنت اللي تحت ده لو احنا فتحناه هنلاقي فيه ايه؟ انا فتحاه already، هنلاقي فيه خطوات التجديد بالتفصيل، How to renew your MIE expert nomination بالتفصيل الممل. فهو زي ما قلنا هنروح للسلف نومينيشن هاب من خلال اللينك، هو already حطت لنا اللينك فهندخل على طول، هنعمل sign in، هنعمل أول edit زي ما قلنا من شوية للpersonal information، بعد كده هتظهر لنا التاب الخاص برينيو، و هنبتدي ندوس عليه عشان تتفتح لنا الأسئلة الخاصة بالرينيو أو عملية تجديد العضوية بتاعتنا في برنامج الأكسبرت. طب تعالوا نشوف الخطوات دي مترجمة. أولاً عايزة أقول لحضراتكم، ممكن لو حد حابب إن هو يفتح الفايل كده ويشوفه بالإنجليش بيفتحه بالطريقة اللي احنا قلناها من شوية. طب هو فتح بالإنجليش وعايز يشوف الفايل نفسه على طول بالعربي، بيروح للثلاث نقط اللي في الجنب دول، وبعد كده بيفتح الاميرسيف ريدر، وده من هو طبعا ممكن يعمل ترانسليت على طول، انما كمان ممكن يفتح الاميرسيف ريدر، ودي حاجة بتبقى من الحاجات الجميلة جدا. ومن الاميرسيف ريدر هيبتدي يختار ان هو عايز يترجم الكلام ده للغة العربية. طبعا هنا هتلاقوا فيه لغة عربية بالمصري ولغة عربية بالسعودي، يعني الحكاية اتطورت جدا. فبقول له الدوكيمنت، بشاور ان هو يعمل لي ترجمة للدوكيمنت كله، فبيبتدي ان هو يقلب لي الدوكيمنت بالكامل باللغة العربية، ولو عايزه كمان يقرهولي هيقرهولي. فبيكون عندنا الترجمة بتاعته، لو احنا حابين ان احنا نجيب الترجمة بنفسنا ونقراها واحدة واحدة مع نفسنا، برضو ممكن ان احنا نعمل بنفس الطريقة دي. وبنرجع طبعا للإنجليش بمنتهى البساطة بان انا ادوس على original فبيرجع لي الفايل باللغة الإنجليزية للناس اللي تحب ان هي تقراه
باللغة الإنجليزية. طبعا الفايل بالكامل مترجم هنا في السواي، وزي ما قلت لحضراتكم أنا هبعت لحضراتكم لينك السواي. هو طالب مننا كناس اكسبرت من سنوات سابقة ان احنا نكمل الأسئلة الطويلة، وهي دي اللي هتتراجع من الفريق المحلي. وطبعا هو بيقول لنا لو اخترت عدم التجديد هيتم إزالتك من البرنامج في الأسبوع اللي هيبتدي 11 يوليو، ده لو حضرتك التجديد بتاعك اترفض أو أنت ما عملتش عملية إعادة تجديد. وده تحذير مهم جدا للزملاء اللي already experts إن إحنا لازم نعمل إعادة تجديد قبل يوم 7 يوليو إن شاء الله. طيب لما بنقوم بالتجديد بنبتدي يظهر لنا الرسالة الجديدة اللي هي بتبتدي يوم 22 أغسطس، وبتبتدي تنزل لنا الشارة بتاعة الإكسبرت أو البادج بتاع الإكسبرت على كريدلي في شهر أغسطس. طب هي إيه الأسئلة الطويلة؟ زي ما قلنا السؤال الأول، كيف شاركت ما تعلمته من المعلمين وقادة المدارس في العام الماضي؟ انت already expert، طب انت عملت ايه بقى بالاكسبرت دي؟ هل انت شاركت في عملية تطوير مهني؟ هل قمت بعملية تدريب لزملائك؟ هل شاركت في مؤتمر؟ هل شاركت في ويبينار وانت قمت بتدريب الزملاء عن طريق الويبينار ده؟ طبعا الحاجات دي كلها، ودي برضو نصيحة مني لحضراتكم، اي حاجة بتعملها اضافة سجلها بالفيديو، سجلها بصور، خلي زملائك يصوروك، لو انت شغال اونلاين خد سكرين شوت وانت بتشتغل، اعمل فيديوز للشغل بتاعك، شغلك مع طلابك، كل ده لازم يبقى عندك ايفيدنس عليه. فده السؤال الاولاني، فحضرتك بتوصف برضو نفس عدد الحروف اللي هو حد ادنى 500 حرف وحد أقصى بعتقد 2500 حرف، بتبتدي توصف أنت شاركت زملائك في إيه. الحاجة الثانية، ما هي أدوات مايكروسوفت اللي استخدمتها في التعاون مع زملائك؟ قولي بقى أنت استخدمت ون نوت، استخدمت تيمز، استخدمت مثلا الفورمز، استخدمت إيه من أدوات مايكروسوفت علشان تتعاون مع زملائك أو مع طلابك؟ اوصفلي، فهتوصف الكلام ده. طيب زملائك بيبصوا لك على انك الشخص الجو تو بيرسون او الشخص اللي هم بيروحوا له لما يكونوا عايزين يسالوا خبير في معلومه عن التكنولوجي او عن مايكروسوفت. طب قول لنا حاجه من الحاجات اللي زملائك لجأوا لك فيها وانت فدتهم وحلت لهم المشكله اللي عندهم، فحضرتك هتوصف الكلام ده. طيب بالنسبة للحاجة اللي زملائك سألوك فيها، قول لنا يعني ازاي مرة او ايه قصة صغيرة انت دعمت فيها شخص في المجال ده. يعني مثلا جالك زميل والزميل ده قالك انا عملت الفورم بتاعتي وكله تمام، انما باجي ابعتها للطلاب بتوعي الطلاب بتوعي مش بيعرفوا يفتحوها، فانت حلت له المشكلة دي وقلت له خلي الفورم بتاعتك لان طلابك عندهم اكاونتس مختلفة مش نفس الدومين، انت قلت لزميلك خلي الطلاب يفتحوها، ما تعمل لهم شير، اعمل لهم شير افري وان، ما تعمل لهم شير فور ماي اورجانيزيشن اونلي عشان طلابك يقدروا يفتحوها مثلا. يعني مثلا بيستخدموا الباوربوينت والباوربوينت برزنتيشن هم ما كانوش عارفين يعملوا ازاي الانيميشن او ازاي يعملوا مثلا ترانزيشن من سلايد لسلايد بطريقه معينه او ازاي يحولوا الباوربوينت دي لفيديو، وحضرتك دعمت الزميل ده ووريته ازاي يعمل الفيديو عن طريق استخدام الباوربوينت. فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن حضرتك توصفها. طبعا انا متأكدة ان حضراتكم عندكم قصص كتيرة جدا. طيب السؤال ده بقى، صف كيف قمت برد الجميل لمجتمع خبراء الـ MIE في العام الماضي؟ عملت ايه بقى السنة اللي فاتت كمعلم خبير؟ عملت تدريبات، عملت workshops لزملائي، عملت فيديوهات كتوتوريال ونشرتها على اليوتيوب وزملائي دخلوا اتفرجوا وتعلموا منها،
عملت لهم كلاس تيم، وابتدينا جوه التيم ده نتبادل الخبرات بتاعتنا. حضرت ويبينارز مع زملائي وتبادلنا الخبرات بعد الويبينار ده. كل دي حاجات حضرتك عملتها. طب الحاجات دي يفضل بنسبة يعني 99% انت اوريدي سجلتها او سجلت صور ليها، حطها في سواي وحط لينك السواي في إجابة السؤال ده، فهيكون ده ايفيدنس قوي على ان حضرتك قمت بالشغل ده. يبقى السؤال ده هنجاوب عليه وهحط معاه لينك سواي للشغل بتاعي اللي انا عملته في العام الماضي. اخر سؤال بيسأله للمعلمين الخبراء: ما هي الطرق الثلاثة الملموسة التي ستشارك بها في مجتمع الخبراء في الأشهر الـ12 المقبل؟ يعني حضرتك كنت معلم خبير وإحنا هندي لك معلم خبير للسنة الجاية، طب إيه التخطيط بتاعك لشغلك في السنة الجاية؟ ناوي تعمل إيه سواء إقليميا أو عالميا؟ ناوي تشارك إزاي مجتمع الخبراء؟ فحضرتك بتقول له أنا هنظم مثلا ورش أونلاين، هنظم ورش في المدرسة بتاعتي، هنظم أجندة للتطوير المهني لزملائي، هعمل للطلاب بتوعي ورش عمل على ماينكرافت عشان أعلمهم الكودينج، هبتدي ان انا اشترك على فليب جريد وهعمل لهم رحلات عبر العالم علشان اعلمهم حاجات جديدة. اي حاجة حضرتك مخططها او بتفكر فيها ممكن حضرتك تكتب 3 طرق منها في اجابة السؤال السادس ده. فبيكون في التصور بتاع حضرتك للمستقبل. طيب ده الخطوات بالكامل. هنا ده الكود بتاع التريننج بتاعنا النهاردة يا جماعة. الكود ده ياريت كلنا ناخده ونعمله ريديم، ده هيدخل لنا بوينتس على الاكاونت بتاعنا في مايكروسوفت ليرن، فياريت كلنا كده ناخده سكرين شوت. وانتوا طبيعي هيبقى معاكم السواي، انا هبعته لكم حالا دلوقتي على الشات، وهيكون في الكود بتاع المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله. كمان هروح سريعا للمايكروسوفت ليرن، هرجع كده سريعا علشان زملائنا اللي بيقدموا لأول مرة لازم على الأقل يكونوا واخدين 2 من الكورسز علشان ياخدوا البادج الأولاني اللي هو الـ MIE، ويقدروا بعد كده يقدموا على الـ MIE Expert. طيب احنا طبعا هنا عندنا المايكروسوفت Educator Center زي ما قلنا هو جزء من المايكروسوفت Learn. هنا دي الرولز بتاعتنا. هنا انا لو ضغطت على Learn بيظهر لي مجموعة من الكورسز سواء اللي أنا اشتغلت عليها أو اللي أنا ما خلصتهاش والمفروض إن أنا أكملها. طيب لو أنا حابب إن أنا أدور على كورس معين، يعني مثلا عايز أتعلم تيمز مايكروسوفت، فممكن بمنتهى البساطة ان انا اكتب تيمز مايكروسوفت في السيرش، فبيفتح لي الحاجات اللي خاصة بالمايكروسوفت تيمز والكورسز الخاصة بمايكروسوفت تيمز، بحيث ان انا اقدر اروح لها مباشرة وابتدي اني انا اخد الموديول اللي انا عايزه او ابتدي اشتغل على الكورس اللي انا عايزه. فده مثلا كورس اسمه Explore Microsoft Teams، دي بتبقى طريقة الكورسز اللي موجودة.
ده بيديني مدته ان هو 49 دقيقة، واليونتس بتاعته 11 يونتس. بيديني learning objectives في البداية هتعلم ايه، وبعد كده بيفرد لي البوينتس بتاعت الكورسز والاوقات بتاعتها، يعني كل جزء من دول بيكون الوقت بتاعه تحتيه، وفي النهاية بيديني زي كويز صغير على طريقة الفورمز بيسميه knowledge check، وما بياخدش وقت طويل، هو بس بيتشيك على المعلومات اللي احنا تعلمناها. فالمطلوب مننا لو احنا بنقدم لأول مرة ناخد at least 2 modules من الكورسز اللي موجودة على Learn، علشان نبتدي يبقى عندنا البوينتس اللي احنا نقدر ان احنا نقدم منها. فدي من الحاجات اللي مهمة اللي احنا لازم نكون عارفينها. طيب بالنسبة كمان في بعض الزملاء، انا بس هرجع للشات ثانية عشان اشوف اسئلة حضراتكم، وبعدين هرجع تاني لمايكروسوفت ليرن نشوف كم حاجة كده عايزة اقولها لحضراتكم. ده الكود، ايوه. لو في اي سؤال عند حد من حضراتكم خليني، لو في اي حد عايز يسأل سؤال انا هشوف اللي عامل ريز هاند، هفتح اللي عامل ريز هاند المايك علشان يسأل. استاذة اماني اتفضلي. أستاذة أماني ممكن حضرتك تفتحي المايك وتسألي. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. ألو. أيوة مع حضرتك، اتفضلي. أستاذة أماني حضرتك فتحتي المايك وقفلتيه. طيب أستاذة فاطمة، أفتح لحضرتك المايك. أستاذة فاطمة تفضلي. أستاذة فاطمة أستاذة فاطمة حضرتك افتحي المايك وكلمي لو في سؤال. طيب أنا هجاوب على الأسئلة اللي في الشات. أولاً الكود هو ده الكود، أستاذة نهال، هو ده الكود اللي حضرتك بتعملي له ريديم علشان تاخدي البوينتس اللي مطلوبة. السوي حاضر، هبعته لحضراتكم حالاً، الاتنين سويز اللي هو كيفية الانضمام للمرة الأولى. ده السوي الأولاني، وهو على فكرة متضمن السوي الثاني، ولكن برضو هبعت السوي الثاني لوحده، وأرجو ما حدش يخرج من الميتنج قبل ما يسجل في الفورم. أنا هبعت لكم الفورم برضو حالا بس بعد ما أجاوب على الأسئلة. هبعت لحضراتكم السوي الثاني اللي هو في كيفية التجديد لمايكروسوفت إكسبرت بروجرام. ده السوي التاني، يبقى كده حضراتكم معاكم الاتنين سوي. المحاضرة أيوة مسجلة، فأنا بس هرفعها وحاضر هبعتها لحضراتكم. أستاذة هدى حامد حضرتك كاتبة ممكن إرسال البي دي أف في شيت، حضرتك تقصدي أنهي بي دي أف؟ لا مش ضروري. أستاذة إيمان بتسأل هل لازم علشان أقدم أكون عندي الحساب المدرسي الموحد؟ أنا عارفة في بعض الزملاء الحاضرين معانا لسه ما تمش تثبيتهم، فبالتالي اللي لسه ما تمش تثبيته مش عنده الحساب المدرسي الموحد، مفيش أي مشكلة خالص،
بيعمل حساب شخصي على مايكروسوفت ويسجل بيه ويقدم بيه، ما فيش أي مشكلة خالص. المحاضرة ما فيش مشكلة، حاضر، هنزل التسجيل بتاعها على صفحة المعاهد إن شاء الله. الموديول ما بياخدش وقت خالص، أستاذة إنجي بتسأل، الموديول ما بياخدش وقت خالص. في بعض الموديولز بتبقى المدة بتاعتها حوالي 45 دقيقة، ف يعني سهل جدا إنه حضرتك تاخدي مش بس 2 موديول، سهل تاخدي 20 موديول. تخصص رياض الأطفال، إحنا على فكرة عندنا ناس من زملائنا في كلية فيكتوريا كانوا تخصص رياض أطفال السنة اللي فاتت، وتخصص أخصائيين اجتماعيين السنة اللي فاتت، وخدوا MIE Expert، لأنه حتى الأطفال إحنا ممكن نستخدم معاهم برامج بسيطة جدا، ونبتدي إن إحنا نسيف البرامج دي. يعني إحنا استخدمنا معاهم السنة اللي فاتت بعض أنواع الفورمز علشان الوقت بتاع الكورونا، أو الوقت اللي كانوا قليلين فيه في المدارس الولاد، وابتدوا من إن هم يدخلوا ويحلوا طبعا بمساعدة أهاليهم، وإحنا خدنا سكرين شوتس من الكلام ده. لو إحنا تواصلنا برضو معاهم اديناهم سيشن أونلاين برضو، ده بتبقى حاجة جميلة جداً، ان احنا بنسجله وبناخد منه سكرين شوت وبنبعته. لو احنا استخدمنا معاهم كودينج بطريقة بسيطة قوي في بعض الحاجات على الاور اوف كود سايت، ممكن ان احنا نستخدمها مع الاطفال الصغيرين دول، وبتبقى حاجة جميلة جدا، وبرضو بنسجلها، وبتبقى استخدام للتكنولوجي بتاعت مايكروسوفت مع قسم رياض الاطفال. فرياض الاطفال ما يمنعش ابدا ان احنا نستخدم الإمكانيات بتاعت مايكروسوفت. مرسي خالص لحضراتكم، مرسي جدا، شكرا جزيلا. أهلا بيكي أستاذة أمل، أهلا بيكي أستاذة داليا، منورة. هقول حضرتك أستاذة داليا قادر بتسأل هل إحنا incubator school، هو اللي أنا عارفاه كويس إنه مفيش في جمهورية مصر غير 3 مدارس بس اللي خدت شوكيس سكول السنة اللي فاتت، من ضمنها الحمد لله كلية فيكتوريا اسكندرية، وكلية المنصورة أو المنصورة كوليدج في المنصورة، ومدرسة تالتة برضو في القاهرة، انما مفيش بعتقد في المعاهد حد تاني خد. ان شاء الله السنة دي كلنا نقدم وكلنا ناخد يعني. اوكي، انا هشوف الناس اللي رفع ايديها. طيب استاذة زينب اتفضلي، فتحت لحضرتك المايك استاذة زينب. اهلا استاذة غانية، اهلا بحضرتك. لا، الكورسز ما بتاخدش وقت طويل يعني، برضو خليني انا هروح اهو تاني على المايكروسوفت ليرن. زي ما قلت لحضراتكم، انا لو فتحت اي كورس هلاقي يعني مثلا هنا ده كورس بيتكلم عن الارتفيشال انتليجنس. الكورس ده لو حضرتك فتحتيه استاذه رانيا هتلاقي ان مدة الكورس كله 30 دقيقة، يعني هي مش كورس طويلة، هي الموديولز دي صغيرة. الحاجة الطويلة اللي هي بنسميها learning path، learning path اللي هو المسارات التعليمية، هي دي اللي بتكون طويلة شوية وبتكون كذا موديول. انما مثلا حاجة زي الـ AI builder ده مدة الكورس كله حوالي ساعة، فحضرتك بتاخديه وبعد كده بينزل لك البادج بتاعه وبتنزل لك الشهادة بتاعته. اللي كنت عايزة أوريه لحضراتكم لأن كتير من الزملاء سألوني عليه، إزاي نطلع البادج ونطلع الشهادة من المايكروسوفت ليرن، لأن هما الحكاية دي بالنسبة لهم كانت غامضة شوية. بروح لكلمة achievement، يعني أنا روحت لبروفايل وبعدين روحت لأتشيفمنت، فلما بفتح الأتشيفمنت بتظهر لي كل الحاجات او كل الكورسز اللي انا اخدتها وكل الشهادات بتاعتي. طب انا مثلا عايز اطبع الشهادة بتاعتي بتاعت كورس معين، عايز اطبع الشهادة بتاعت الماينكرافت student ambassador، انا هنا عندي علامة البرينتر اهي، ف
فكل اللي انا بعمله بدوس عليها ثانية واحدة، لما بدوس عليها على طول بيفتح لي الشهادة بتاعتي ان انا خلصت الكورس ده، وبيحط لي الاسم بتاعي، وبيحط لي ان الكورس ده كان كورس طويل شوية، كان مدته 4 ساعات ونص. وانا لو عملت من هنا print هواجه لحضراتكم، فهو بيفتح لي البرنت اوبشنز. ممكن ان انا بمنتهى البساطة اعمل save as PDF في الملف عندي، واروح اطبعها بعد كده بالالوان واضيفها للفايل بتاعي، وتبقى حاجة جميلة جدا جدا ان احنا معانا الشهادات بتاعتنا في الفايل بتاعنا في المدرسة. فدي بتتجاب منين تاني؟ بتتجاب من البروفايل. بعد كده بروح لكلمة achievements. من كلمة achievements هتفتح لنا كل الكورسات والموديولز وكل الحاجات اللي احنا اخدناها. كمان برضو علشان انا عارفة انه في منكم بيسألوني ازاي ادخل الكود اللي ظهر على الشاشة علشان اخد P points، بعمل من برضو الاتشيفمنت بعمل redeem your code. فحضرتك هتخش على achievement وهتعمل redeem your code، فهيتفتح لك المكان اللي هتحط فيه الكود اللي ظهر على الشاشة وتدوس redeem، فهيدخل لك البوينتس بتاعتك اللي حضرتك محتاجها. تمام؟ فدي طريقة الريديم كود اللي احنا هندخل بيه البوينتس بتاعتنا. لو في اي سؤال تاني حضراتكم اكتبولي في الشات. طبعا الافضل ان احنا يكون معانا كورسات محترمة قبل الاشتراك، يعني احنا زي ما قلنا معانا حوالي 3 اسابيع، وممكن ان احنا ناخد المين كورسز، حتى الحاجات اللي احنا بنستخدمها، التيمز، الوان نوت، الباوربوينت، الحاجات الاساسية اللي احنا بنستخدمها. لو ما فيش مشروع يا استاذة ايمان حضرتك عملتيه، حضرتك اكيد اشتغلتي مع الطلاب بتوعك، ممكن انه لو في مجموعة من الطلاب بتوعك ممكن تتواصلي معاهم وتقومي بعمل درس بسيط عن طريق ان انت تتواصلي معاهم عن طريق تيمز، وتصوروا اللقاءات بتاعتكم بالتيمز، وتاخدي منها سكرين شوت، وتبتدي تدي لهم بعض السيرفيز عن طريق استخدام المايكروسوفت فورمز، وتصوري الفيدباك بتاعهم. ممكن ان انت تعملي حاجة بسيطة صغيرة في الاسبوعين اللي جايين، وهتلحقي ان شاء الله وتقدمي وكله يبقى تمام. أستاذة داليا، لينك تسجيل الدخول على المايكروسوفت ليرن حضرتك هتلاقيه في السواي اللي أنا بعته، هتلاقي في السواي كل اللينكات اللي حضرتك هتحتاجيها إن شاء الله. ولو في أي حاجة حضراتكم احتجتوها جميعا، يعني أنا تحت أمركم في أي حاجة، ممكن تتواصلوا معايا وأنا أرد على أي سؤال حضراتكم عايزين تسألوا. زي ما قلت برضو أستاذة بسنت أحمد إسماعيل، نفس الإجابة، ممكن أن أنا أتواصل مع مجموعة صغيرة من الطلبة بتوعي وأقوم بعمل مشروع خلال الأسبوعين الجايين وأسجله، وأبتدي أحط الإيفيدنس بتاعتي على السوي وأقدم بيه. طبعا المسرحيات والأعمال الفنية كلها ممكن حضرتك تحطي صور منها، ولكن لازم يبقى في جزء تكنولوجي وحضرتك بتقدمي الشغل بتاعك. نتواصل ازاي؟ انا صفحتي على الفيسبوك بابليك، وحضراتكم لو في اي حاجة ممكن تتواصلوا معي عن طريق الفيسبوك، فأنا برد على أي سؤال على الفيسبوك. أي حد أخد قبل كده بس لازم يكون واخدها السنة اللي فاتت عشان يقدر يعمل الرينيو. لو حضرتك واخدها السنة اللي فاتت تقدر تعمل الرينيو، إنما لو هي قديمة قوي هتبقى لازم تعمل تسجيل من جديد. يعني لو ما خدتش السنة اللي فاتت يبقى هتضطر إن أنت تعمل تسجيل من أول وجديد. حاضر، هو لينك الأكاونت بتاعي موجود على
الصفحة بتاعت المعاهد القومية، وأنا هنزل الشغل بتاعنا بتاع النهاردة بمجرد